يا هواكم هو اليوم الاختتامي للملتقى الدولي ديالنا اللي هو ملتقى التصوف والتضامن. ان شاء الله باذن الله عز وجل ساهمت معنا الدول الشقيقه الجزائر مصر والاخوان ديالنا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بما فيهم بلجيكا فرنسا اسبانيا. ان شاء الله باذن الله عز وجل السنه الجايه ان شاء الله غادي يكون داك الشيء مزيان ويكون احسن. والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدي محمد والاسره العاويه وحنا خدام خدام الاعتاب الشريفه. حفظكم الله. من التواجد أن لاحظ سيدي نور الدين قبل قليل لما يقدم لا يقول فلان يوجد معنا بل يقول فلان يتواجد معنا. حبيت أن أنا أشارك في الملتقى الدولي للتضامن للتصوف والتضامن بمناسبة عيد العرش المجيد. مصر بتشارك في احتفالات المغرب لأن المغرب أول دولة عربية يعني فيها سادة أشراف كتير، وإحنا طبعا في مصر مصر منبع للسادة الأشراف، وجود سيدنا الحسين سيدة زينب والسيدة نفيسة العلم. فإحنا حبينا إن إحنا نيجي قطعنا مسافات بدعوة من السيدي توفيق التانوتي لأن إحنا نشارك معاه ونكون يد واحدة أشراف مصر أشراف المغرب وإن شاء الله وأشراف الجالية الفرنسية في فرنسا وأشراف يعني العالم كله بشارك. فإحنا كان يوم عظيم طبعا وأنا كنت سعيدة بوجودي في وسط الملتقى الدولي للتضامن للتضامن والتصوف والتضامن. الذي حيث نشاء بيت رسول الله حبكم فرد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.